النصر العسكري لن يؤدي إلى نهاية داعش بصفته فكرة مش بصفته تنظيم. هناك نصر ساحق عم يمارس مش على داعش، على جماعة أهلية تمتد على طول دول المشرق. هزيمة الجماعة السنية في سوريا والعراق ولبنان هو يعني الصيغة السياسية لهزيمة داعش، بحيث أنه هالجماعة تشعر الآن بأنها أقصيت عن القرار السياسي والقرار السيادي لهالدول الثلاثة، وبالتالي هذا الشعور لن يؤدي إلى استقرار. النصر العسكري لن يؤدي إلى نهاية داعش بصفته فكرة مش بصفته تنظيم. هاي الفكرة هي جواب المهزومين على المنتصرين، وبالتالي ما زال هالنصر عم يكون نصر على جماعة. هذا النصر لن يدوم ولن يعمر أكثر من أشهر. تستأنف بعد الجماعة المهزومة محاولاتها للرد على هالممارسة هاي. هذا صار حرفياً على مدى التجربة العراقية كلها، سيتكرر على مدى التجربة السورية كلها. كل الشروط ولادة تنظيم مثل داعش موجودة بكثافة بمخيمات اللاجئين. مخيمات اللاجئين تضم مئات آلاف العائلات اللي دمرت مدنها، تضم أيضاً عائلات مقاتلي داعش، وهم يعاملوا داخل هذه المخيمات بوعي ثأري ووعي انتقامي. والدول بمناطق المخيمات سواء بسوريا أو بالعراق أو بلبنان أو بالأردن، هاي دول غير معدة للتعامل مع عدد هائل من الحالات الموجودة بالمخيمات. كلفة بناء الدمار تتجاوز 400 مليار دولار. العالم يعيش كله أزمة اقتصادية هائلة، لا هناك استعداد سياسي لإعادة الأعمار، وليس هناك أيضاً إمكانية لإعادة الأعمار لأنه الاقتصادات المنطقة منهارة. وبالتالي نحن ننتظر بقاء هؤلاء الناس بالمخيمات واللي عددهم قد يبلغ 20 مليون لسنوات طويلة. خلال هذه السنوات سيحصل داخل هذه المخيمات، هي مدن مش مخيمات صغيرة يمكن ضبطها، مدن إذا في مخيم في 100 ألف نازح، ضبطه بحدوده بمراقبته غير ممكن. وبالتالي داعش ستجد أو ما يشبه داعش سيجد بهذه المخيمات بيئة خصبة للاستثمار.